يعني كابتن شطه اتكلم في نقطه مهمه، وانا نفسي اتمنى اشوفها خلال الفتره اللي جايه، زي ما بنشوفنا النادي الاهلي ما شاء الله منتشر في كل محافظات مصر، موجود برضه في اكاديميه في الامارات وفي الكويت، اتمنى في افريقيا، ان افريقيا فعلا فيها مواهب كبيره، وكمان اسم النادي الاهلي كبير في افريقيا، فان شاء الله الفتره اللي جايه نشوف اكاديميات النادي الاهلي في افريقيا. زي ما شفنا النادي الاهلي اكاديمياته وقطاع الناشئين في النادي الاهلي، ايضا في برنامج الاشبال بنغطي برضه قطاعات الناشئين في الانديه الاخرى. هنروح لقطاع الناشئين، مهم جدا السنه دي ضم رئيس قطاع الناشئين، يعني انا بعتبره ابو الاشبال الكابتن امام محمدين، وهيكون في طفره كبيره السنه دي في نادي الاتحاد السكندري. نروح نشوف التقرير ده من قطاع الناشئين في نادي الاتحاد السكندري ونرجع حضراتكم مره ثانيه. ان مجلس اداره نادي الاتحاد فكر في تحويل او ثوره في القطاع الناشئين، عشان كان الوضع بتاع ناشئ نادي الاتحاد مش على قدر ثقه الناس ولا طموح جمهور اسكندريه، ففكر ان هو يعمل ثوره. فكان الثوره كان بدايتها ان هو جاب افضل على ما من وجهه نظر الناس كلها افضل رئيس قطاع ناشئين وانجح رئيس قطاع ناشئين في مصر الكابتن امام محمدين. فجاب الكابتن امام محمدين، وكان الكلام مع الكابتن امام محمدين ان احنا عايزين نعمل كاننا بنبني او نعيد بناء قطاع الناشئين، مش بس في ان احنا نطلع اللعيبه للفريق الاول او تحسين نتائج فرق الناشئين، لا ده الكابتن امام جاي عشان كمان يحضر كوادر زي ما حضرتك بتقول، كوادر في المدربين في الاداريين في اي حاجه في القطاع، وهو ده الغرض الاولاني. والكابتن امام من اول ما جاء بيعمل كده، يعني بيعمل ورش عمل، بيعمل كورسات صغيره، في كلام على النت مع المدربين على طول، بيحضر حاجه احسن. احنا عندنا خطه قصيره او قريبه قصيره المدى اللي هي تحسين نتائج الفرق الناشئين ووضع نادي الاتحاد في الناشئين في مكانه افضل مما كان عليها، ومحاوله تصعيد بعض من الناشئين يمكن بدات للفريق الاول. اما الخطه البعيده اللي هو تربيه الكوادر، يعني عمل كوادر فنية وإدارية للقطاع، وإحنا بدأنا في الخطتين وربنا موفق إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله هنلاقي إنتاج كويس بالنسبة لقطاع الناشئين، يعني بس مش عايزين نستعجل شوية، لأن الحاجة اللي كده لازم يكون فيها تأني شوية وصبر لحد ما إن شاء الله بإذن الله هتلاقوا إن في قطاع ناشئين في نادي الاتحاد بينافس على بطولات الجمهورية، وهنلاقي كمان اكتر من لاعب بيصعد للفريق الاول، وده هو هدفنا في الاول والاخر. الكابتن امام محمدين رئيس قطاع الناشئين في الاتحاد السكندري مكسب كبير جدا. الحاج محمد مصلحي او كابتن محمد مصلحي او الاستاذ محمد مصلحي يعني عمل صفقه من الصفقات المهمه لقطاع الناشئين في الاتحاد السكندري. هو كابتن امام محمدين عمل طفره كبيره جدا على مدار سنوات في نادي انبي، يعني بلغه الكره كسب انبي مكاسب كبيره جدا ماليه، وكمان على المستوى الفني شفنا لعيبه كتيره من قطاع الناشئين في انبي كانت مع الفريق الاول. ايضا مد كل المنتخبات ناشئين وشباب واولمبي ومنتخب اول بلاعبين خرجوا من تحت ايديه، فان شاء الله من المنتظر نشوف الاتحاد السكندري السنه دي في قطاع الناشئين بتاعه بثوب جديد تحت قياده الكابتن امام محمدين، اللي بتمنى له كل التوفيق وكل لاعبي الاتحاد السكندري.